نروح للخبر الثاني. الخبر الثاني مع لاعبنا شادي رضوان، وبالمناسبه شادي رضوان هيكون ضيفنا النهارده في الجزء الثاني من برنامج الاشبال. وشادي رضوان من اوائل الناس اللي اتكلموا عنه او قدموه لجمهور النادي الاهلي، كنا احنا هنا في برنامج الاشبال. شادي رضوان يعلن اعارته الى البنك الاهلي ويشكر القلعه الحمراء. كان كتب شادي رضوان على صفحته الرسمية على فيسبوك بيقول: أنا بشكر النادي الأهلي على موافقتهم على إعارتي لمدة موسم واحد لنادي البنك الأهلي، خطوة كنت محتاجها، خطوة مهمة في مستقبلي، إن شاء الله أكون عند حسن الظن وأقدم موسم كويس للفريق ولنفسي. شادي رضوان خامة كويسة. حضراتكم شفتوا شادي رضوان لما كنا بنذيع مباريات الأهلي هنا أو قطاع الناشئين على الهواء مباشرة، كنا بنعمل استوديو تحليل. خامة جيدة جدا. موسيماني خلال الفترة اللي فاتت استعان بيه في التدريبات، أيضا شارك في أجزاء في المباريات الرسمية. الموسم اللي جاي ممكن فرصه تكون قليلة شوية في اللعب، فالنهاردة السياسة اللي بيتبعها النادي الأهلي ولجنة التسويق التعاقدات في النادي الأهلي إعارات اللعيبة. شفنا محمد فخري راح البنك الأهلي، النادي البنك الأهلي، وأيضا شادي رضوان النهاردة لما يروح مع البنك الأهلي ويبدأ يشارك بصفة مستمرة أو يلعب أجزاء كبيرة النهارده ياخد خبرات كبيره، السنه الجايه ان شاء الله يكون موجود شادي رضوان، فانا بحييه على الخطوه دي وكمان يكون موفق فيها، والسنه الجايه نشوفه ايضا مع الفريق الاول بالنادي الاهلي. نروح مع منتخبنا، منتخب الشباب، الكابتن ربيع ياسين، بنتمنى له ان شاء الله كل التوفيق. التصفيات هتكون في نص 12 نص ديسمبر، نتمنى له التوفيق. البطوله هتكون التصفيات مصر، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، وان شاء الله بياخدوا فرقتين بتلعب النهايات في موريتانيا في شهر 3. منتخب الشباب يفوز على النجوم بهدف نظيف وديا، احرز هدف اللقاء عبد الغني محمد لاعب الاتحاد السكندري. نروح لخبر الخبر اللي بعد كده. بسبب اختبارات الناشئين الجبلايه تحذر من عدم التعامل مع كيانات غير مرخصه. الفتره اللي فاتت شفنا شركات تسويقيه، شركات تسويق بتدعي النهارده انها بتعمل اختبارات علشان تودي اللعيبه انديه. اتحاد الكوره حذر اولياء الامور من الموضوع ده، علشان النهارده بيتقاضوا اموال علشان يودوا اللعيبه باسم ان احنا هنسوق اللعيبه بعد كده. الموضوع ده يعني فيه عمليه نصب، يعني بمعنى الطبيعه والمعنى الدارج. فعشان كده من هنا برنامج الاشبال بنحذر اولياء الامور من التعامل مع الشركات دي، علشان تكون شركه تتعامل معاه لازم تكون شركه معتمده. فعشان كده اتحاد الكوره واللجنه الخماسيه حذروا اولياء الامور من هذه الشركات التسويقيه. نروح لاتحاد الكوره والمباراه ان شاء الله. منتخب مصر الاولمبي هيلعب النهارده في الساعه 9 مع منتخب البرازيل، ومباراه جيده. اتحاد الكوره بيقول منتخب البرازيل تدرب باستاد القاهره والمباراه في موعدها. كان في مشاكل طبعا على الماليات، منتخب البرازيل كان فيه فلوس مفروض تستحق لمنتخب البرازيل اتاخرت شويه، لكن تم دفعها في النهايه، والمباراه النهارده ان شاء الله في موعدها في الساعه 9.